مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير هيدا الكيك الحلو والرائع. كيك كتير كتير متل ما شايفين روعة. قبل ما نبلش بالطريقة بتمنى عليكم تعملوا لايك للفيديو وشير، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي. لنعمل هيدا الكيك بسم الله. فلافي كيك ما شاء الله. بسم الله. كيك كتير روعة وكتير مرطب. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. عنا 6 بيضات، بدنا نفصل البياض عن الصفار. بسم الله. بعد ما فصلت البياض عن الصفار هلا بدنا نخلطهم مع بعض، نخفقهم مع بعض. بخفقهم على سرعة عالية حوالي 7 دقائق. بس صار الخليط عنا كريمي بهيدا الشكل، هلا بدي احط كوب سكر، 180 جرام سكر، بحطهم على دفعات. كمان بخفق على سرعة عالية، وانا وعم بخفق بحط السكر على دفعات. بس صار عنا هيدا الشكل، هلا منوقف خلط. فوق الصفار رح حط نص ملعقة صغيرة ملح، كمان ملعقة صغيرة فانيلا بحط. بخلطهم مع بعض، خليتهم منيح ليمزج الخليط كله مع بعض. بس خلطتهم هلا بدي احطهم فوق الكريمة ونخلطهم. بنحطهم فوق الكريمة. بحط 5 معالق طعام زيت نباتي و5 معالق طعام حليب. بخلطهم مع بعض بالخلاط اليدوي على سرعة خفيفة. خلطناهم شي بسيط. قبل ما نكفي عندي هون 160 جرام
طحين نخلتهم اكيد عشان ما يكبت الطحين بالكيك. وكمان عندي هوني 20 جرام كاكاو، نخلت الكاكاو كمان، يعني ملعقتين طعام كاكاو وكوب طحين. بعد ما خلطنا الخليط البيض والحليب والزيت، هلا شو بعمل انا وياكم؟ بحط الكاكاو وبخلط بهيدي الطريقة من الأسفل للأعلى، بهيدي الطريقة. بحط طحين كمان على دفعات، ما بحطهم كلهم دفعة واحدة، بحطهم بحاول على 3 دفعات كمان. ان شاء الله الوصفات اللي عم بعملكم اياها الحلو والاكل تكون عم بتنال اعجابكم. كمان بحط بعد شفتوا كيف من الأسفل للأعلى. هلا آخر دفعة طحين بنخلطهم مع بعض. أكيد عم حمل الفرن على درجة حرارة 150 من الأعلى والأسفل. انتهينا من التخليط، هلا بدنا نحطهم بالقالب. حطيت بالقالب ورقة زبدة، هلا بنحط الخليط. بسم الله، كمان هلا بنحط الكيك بالفرن. هذا الكيك بعد ما طلع من الفرن اخذ بالفرن حوالي 35 دقيقة، اكيد حسب كل فرن. بعد ما طلع من الفرن اكيد حطيته على جنب للكيك لبرد منيح عشان اقدر اشيله من القالب. بتمنى ان شاء الله تعملوا لايك وشير للفيديو. هلا بحطه بالصحن. بسم الله، قبل شو بدي اعمل؟ بدي اعمله عصاوة بعد. هذا الكيك اللي عملته انا وياكم، بتمنى تعملوا لايك للفيديو وشير وتعلقوا كمان على الفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.